She's a young girl who knows what she wants. A young girl who knows what she wants. السلام عليكم الإخوان، تبارك الله عليكم وتحياتي لكم جميعا، واتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. الإخوان مرحبا بكم مرة أخرى عند مدرسة مازاغان بعنوان فائدة من ذهب. قبل ما نتكلم على الموضوع اللي غادي إن شاء الله الرحمن الرحيم نتطرق ليه اليوم، الموضوع هو كيخص يعني بما يسمى بالأوردن أو التناسق ديال التغريد الكانتولينبي. فقبل ما نتكلم بغيت يعني غير نشير بأن الإنسان في هذه الهواية هذه، خاصة هذا الطائر الحسون، ملي كينتقل لواحد المرحلة أخرى اللي هي مرحلة علمية وكتطلب واحد الثقافة وكتطلب واحد الخبرة وكتطلب واحد المجهود وواحد الصبر، بطبيعة الحال كيكونوا بعض العقبات يعني في الطريق ديالو، يعني في هذا الكامينو ديال الكانتو أولمبيو. فخصو حويج ضروري يمشي لهم، يعني يكونوا من الأولويات، هو يكون راسه صغير، يكون فيه تكبر، ثانيا يكون يعرف الصحبة ويعزل شكون غادي يليق به اللي غيصلح ليه. والمسألة الأخرى هو كينين يحاول يتعرف على الناس العطاء اللي فيهم الخير، اللي عندهم محبة ديالهم لله سبحانه وتعالى، واللي بيغين هاد الولاعة تنشر بواحد الشكل اللي هو جميل ويخلو واحد البصمة ديالهم في هاد التاريخ الولاعة. هذا ماشي عيب، لكن كنذكروا به الناس الواردين على هذه الهوايه، لانه ملي كيكون الانسان في واحد المرحله ديال سواء الطفوله ديالو ولا وقت ما اعتنق هذه الهوايه هذه، كيكون غادي بواحد العشوائيه. هو حقيقه هو يشفي الغليل، هو عنده واحد الحب ديال هذا الولاع وهذا، ولكن ما عندوش مسائل اللي هي علميه كالمرحله مثلا ديال الانسان ديال الصيد العشوائي، غير الشبكه السنبال كاجوا هذا الكاناتشا دير علق دير، كتبقى هي حقيقه هذا الفتره مزيان يدوزها الواحد ويعرف، لانه هو كيتحكم مع الطبيعه، كيسمع طيور اخرين، كيعرف كيولي عنده واحد الباجاج شيئا ما ايجابي. ولكن ملي كينتقل لواحد مرحله اخرى اللي كتمشي لواحد النوع ديال التخصص، سواء في التغريد او في التفريخ او في اي تخصص اللي بغى ليه بغى ينتقل ليه، هو كيطلب هاد المساله ديال العلم والصبر الاخوان والرفقه الصالحه وبزاف الحوايج باش يمكن ليه يستمر، باش تكون ديك الاستمراريه ويكون داك الحب فيها اكثر، خاصو يمشي في هذا الاتجاه. لان بصراحه خاصه في هذا ملي كندخلوا الكانتولينبيو هو سن يعني سو اوتو موندو، عالم اخر بكل صراحه. ملي كينتقل الانسان وكيبدا يسمع هذا واحد الريبيرتوريو ديال هاد التغاريد ديال الكانتولينبيو، كيبان ليه كلشي متشابه بحال كيبان ليه ريبيرتوار صغير ما فيش بزاف، كيبان ليه راه كلام واحد كيبان ليه، ولكن ما حدو هو كيرافق الناس اللي اهل العطاء كيف قلت لكم، اهل الجود والكرم، والناس اللي باغين الخير وباغين يخلوا واحد البصمه وكيعلموه ويوريوه ويزيد. فكون على يقين بانه غادي يوصل وغادي يحب هاد الهوايه وغادي تعجبه، لان العلم نور
العلم الإخوان النور في أي مجال، فباش تنور أنت في الطريق ديالك وتمشي مزيان وتحب هذه المسألة، يجب هاد الحوايج اللي قلت لك أخ كريم، باش إن شاء الله الرحمن الرحيم نخليو كيف قلنا واحد البصمة زينة في الهواية ديالنا. ف من أجل هذا كنبغيو ندير واحد المجهود كبير، لا من الجهة ديالنا حنا كمدرسة مازاكان، ولا من جهة الإخوان أخرى كذلك المدارس أخرى تحياتي لهم، وكذلك المجموعات اللي كتكون عبر الواتساب، فكله يعني يصب في طريق الخير إن شاء الله، وفي كل ما هو الرفع من هذا المستوى ديال الولاعة. نتكلموا كيف قلنا الإخوان، ونوضحوا هاد المسألة ديال التناسق أو الأوردن. من طبيعة الحال الإخوان يختلف مفهوم التناسق من عند مولوع المولوع. وقدما أنت اجتهدتي وزدتي في الولاعة، قدما كتولي كتحبب هاد المسألة ديال التناسق بشكل يعني مستمر من ناحية الأداء ديال الطيور ديالك. التناسق هو كيتجلى خاصة في الطيور اللي كيكونوا أو المولوع اللي كيكون كيحب الطائر ديال الصالون. غالبا الناس اللي كيحبوا الطائر ديال الصالون يبغى يتصنط، وهذا كيعتمد على التناسق أكثر من هو يعني كلام غير متناسق في الأداء ديالو. فمؤخرا كنشوفوا بعض الفيديوهات اللي من طرف بعض المواليع اللي مشهورين في الاسبان اللي اصلهم مغاربة، ولكن الطيور ديالهم ما فيهمش واحد التناسق، هما طيور ان صح التعبير ديال الكركوس ديال يعني واحد العود ديال الجري، كتشوفوا كيضرب كل نقط ما مخاوي مع نقط، غير كيضرب الكلام غير مسلسل، وواحد يعني هو يعني طريقته هذيك، وطريقه ديال الكونكورسو، طريقه ديال الكوميرسو، وكله يعني يمشي فين يرتاح. انا كتكلم على التناسق، وجبت هذه المساله ديال هذا السيد وهذا الفراخ باش بعض الاخوان لانهم كيتيلي شارجيو هذا الشيء المسائل، فاللي غادي نهضر عليه ونتكلم عليه ما كيتجلاش في هاد الطيور هادو اللي قلت لكم ديال لي كونكورسو، وقليل الطير اللي كيكون ديال الكونكورسو وكيكون التناسق الحقيقي اللي غادي نهضر عليه في هاد الطير. ملي كان فين عندنا يعني الخوف، التخوف في كين عندنا، هو عندنا في الميكستو، في الميستو فين عندنا الخوف بزاف، لان المقنين ملي كتحط ليه التناسق وهو يعني في دمه التناسق ما كتوحدش معاه، ما كيطيحش في دوك يعني العيوب التقنية اللي إن لم أقل جلها تصب في انعدام التناسق. فالقانون الإخوان والمشرع حط لنا يعني هاد البيناليزار، هاد العقوبة هذه ديال هاد ديسكوردانتيس، ملي الطائر كي يدير واحد لو بيرديداد ديال الكانتي في ديالو، ملي كي هو كيوضر داك التناسق ديال التغاريد، يعني كتعطاه ديسكوردانتيس اللي هي موان دو، اللي هو معروف الاخوان، هو كاين لونشينمو، كاين الرولمو، كاين التيرميناسيون ديال السويلطا، تيرميناسيون اولاسي، تيرميناسيون دوبلي، تيرمينا، هادو كلهم طير كيوضر هذاك التناسق. وكذلك تغاريد اخرى اللي كتكون هي ايجابيه في البلانيه، ولكن عند المولوع اللي هو مولوع، ملي كنخاطب المولوع كيف كنقولها دائما، ما كيعرف بحق المولوع الا المولوع، المولوع اللي عنده واحد التناسق اللي هو معروف وكيمشي عليه التغريد، واخا كيتقيد في الايجابيات، ولكن هو كيقول لك انا الطائر غير متناسق في الاداء ديالو
وما كيبغيش. مثلا الطير اللي كيحيد البيشه بيشه من بلاصتها، الطير اللي كيجيب قبل البيشه بيشه كيجيب واحد الاغروده اللي ما خصهاش تكون يعني في ذاك المكان، اللي خصها تكون راس كفانتازيا، فانتازيا وتبع البيشه بيشه، واخا هي كتكون ايجابيه. او الطابليتيو مثلا، الطابليتيو اللي خصها تكون يرد معها البال، اللي كيف قلت لكم في الحلقات الماضيه بان كاين يعني اللي واحد الطابليتيو اللي هي حقاش حتى البيشه بيشه راها تنسب الى يعني الكومبوست ستابليتيو، ولكن واحد الطابليتيو اللي حنا كنخدموا به راس معروف، واحد كيف كنقولوا يعني الموالي العبره ديال واحد التقرقيب قناوه، كيف كنقولوا واحد كتسمع الطابلي طابلي 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 مقرقبه كتجي راس. ف المولوع الى جات بلاصه البيشه بيشه ما كيبغيهاش، واخا كتجي مع تيرميناسيون. كذلك التمبراده ما تبغيش يعني تجي معها واحد راكبه على واحد الفانتازيا او راكبه على التغاريد اخرى اللي ما جاتش في بلاصتها. المهم هذا شيء من التناسق. القاعده الاولى اللي جاتنا ومشينا عليها في التناسق او بدايه تعريف التناسق وخاصه في لي زابيل اللي كيكونوا ديال 5 شونجمون، هما اللي جاوا في الفوليوم 2 وهما الاساسيات اللي بغيتي تمشي عليهم. لان ملي كتمشي انت في الكلام كلاسيك الاخوان وكتبغي دير واحد التركيبه اللي هي كلها كلاسيك، ضروري خاصك تكون عندك خبره على الفوليوم دو وعلى الاصل ديال مارونو، لان الاصل ديال مارونو فهو متشابه تقريبا في التناسق ديال الفوليوم دو، يعني في ذاك الكلام اللي هو كلاسيك، الا بعد الفانتازيات اللي دخلوا جداد اللي يغيروا مجرى يعني هذاك الكلام انذاك. ف باش انا نحافظ على الطير على الاقل واخا يدير واحد لو بيرديداد ديال التناسق الاصلي اللي باغيه المولوع، غير ما يديرش لينا الرولمون وما يديرش لينا اللونشينمو، لان هذا هو الصبح هو المشكل العويص عند الناس اللي عز عليهم البخارو ديال الميكستو وكيخرجوا طيور مساته في المستوى، ولكن كيلقاو مشكل في هاد التناسق ديال المساله ديال الرولمون، ديال ما كايناش ديك لا باوزا يعني ديك الوقفه. وحتى الوقفه الاخوان عندها يعني عندها بلاصتها وعندها واحد الميزان ديالها. الوقفه ملي انت دابا مع المده ومع التصناد كتولي كتعرف الطير واش وقف دار لا باوزا ولا لا. كاين الطير اللي كيعطيك لا باوزا كيوقف كيدير نقطه ويرجع للسطر كيف كنقولوا، وكاين الطير اللي عنده واحد لا باوزا اللي مقبوله، ولكن كاين الطير اللي ما كي انت بانت لك ما كيناش. الا ما كيناش راه ما كيناش، الا ما كيناش لا باوزا، لان هذا مشكل كاين حتى في النيفو يعني ديال الاسبان. طير الميستو كيشوفوا في اول حوايج كيشوفوا فيه ديال لا باوزا والمسائل ديال الوقوف، واش كيوقف واش كيضرب كيوقف ولا لا، لان هو الطير كيضيع حتى في الكونكورسو لا ماجوريه ديال الكلام اللي ضرب في ديك لو مومينتو ديال 8 ديال 8 ديال الدقيق، فكيكون كله يعني مشى للديسكوردانتيس، واخا هو كلام وجا يعني ضربوا الطير ما فيش العيوب اللي هي اخرى قبيحه، ولكن عيوب كي مشى المسائل التقنيه ما حافظش على هاد الحده كذلك، وما حافظش على الوقفة اللي خاصها تكون باش الحكام يتجاو معاه. شنو المشكلة الإخوان؟ كيفاش نحافظ؟ كلام كتير في هاد الشي ديال
ديال المسائل ديال الاردن كلام كثير، واخا هو باش نستافدوا اكثر هاد المساله ديال الاردن وهاد المساله ديال التناسق، كتبغي واحد ثلاثه المواليع ولا جوج اللي كيكونوا تبارك الله ما شاء الله وكيديسكيتيو بعضياتهم، هما كيتولعوا كيهضروا في هاد لان واحد كيعطي لواحد واحد كيفكر واحد واحد باش يستافدوا الاخرين. فهاد الشيء خصنا نسعوا ليه ان شاء الله في اللقاءات وفي المسائل ديال الناس اللي مستعدين الاخوان وباغين يطلعوا معنا في شي لايف ولا شي حاجه، راه حنا مرحبا يراسلونا ونطلعوا ونفعوا المواليع ان شاء الله الرحمن الرحيم بكل ما لدينا من علم الحمد لله وكل ما تعلمناه عبر هذه الهوايه الجميله. فباش غادي نحافظ على واحد المجد، لان كاين مشكل كيف قلت لكم الاخوان، كاين الموضوع النبلوله كيجي يدير واحد المجهود باش يطيح في راسها من بعد التركيبه ويحط ويدير ويدير واحد المجهود كيولي هو عنده الهم مع راسه، ملي كيطيح في راسه وكيخرج ليه ميستو ما جابش كاع دوك العيوب اللي هما قباح وتبارك الله تثبت بيتم للجيم والكيخه جاب الكلام ما شاء الله. ولكن كاين بعض الخطرات المولوع هو السبب في داك الطير حتى ولا ما كيوقفش يعني في ديك لا بوزا وما كيحافظش على التناسق، هو سبابه. اليوم الاخوان بغينا نعطيو ماشي الكل ولكن غنعطيو بعد يعني الحويج اللي الانسان يخدم مع هذا الطائر ونعرفوا حتى الوقت وقتاش تخدم مع هذا الطائر. الخدمه الاخوان كتبدا باش الطائر يخرج ليمبي وكتبدا من الاول ملي كتجي ملي انت كدير اللي عليك لي نيسيسير اللي هو خاصك انت ديرو اوبليجي، لانه هو انت كمولوع والوليدات صغار سبعات 7 ايام 8 ايام 9 ايام حتى 10 ايام صغار، قد ما كانوا عند شي واحد كيخرج فراخ اللي هما راسه قد ما يجيب صغار كيف يدخلوا عندك كيف يدخلوا كيسمعوا كيسمعوا الكلام كامل من الاول كثر تعاوق وتزاوق وتبتبيت، لان الميستو كيمشي لدوك كيبغي يقلب على باش يلعب بتبتبيت ديالو وداكشي، لما لقاش هادشي كيخرج لك شي حوايج من الجينات ديالو او شي حاجه اللي او يخلق لك من سيلاب شي سيلاب اللي هو مرادف مع واحد كيجي مزيان ولكن لا خاد منه غير سنة يبان لك بانه هو ديفو. ف انت نعطي هاد الحويش نعطي كل شيء الادورنو دي بادريو الادورنو الليمبيو نزوق فين ما يبان لكش نتسوق زوينين دين نعطيهم منه باللولة اعطي اعطي مزيان ولكن الكلام يكون كامل. مسألة ثانية نحافظ على ديك سميتو عليه داك في التركيبه نحافظ على داك ديستونس هذاك الفراغ اللي ما بين الطلق والطلق، الوقت كيمشي المزيان 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 حتى ل 15 هو كاين ما بين 11 ل 15 15 الثانيه 1 2 3 4 5 6 بحال الكرونو كتحط المسائل 15 وكيبدا الطلق الاخر اللي كيدير 18 هو بزاف ولكن مزيان كيخاف ماشي مشكل. على ايين هذه الخدمه الاولى غادي حنا دابا غندوزو الحمد لله كاين هذيك لا بوينا سينيال كاين الميستو جاي كيبتبت كيضاد تعاوق ما واحل ما والو بدا كيسمي بدا كيهز وقتاش الخدمه بدا كيهز الكلام وفهم وبان لك الريبرتوار اللي جاب ولكن وصل لمرحله ديال التناسق غادي يدير واش خاصك تعطيه كلام ما تعطيش كيفاش تخدم معاه كيفاش تحافظ عليه كيفاش تلجمو كاينه امور اللي انت اللي خاصك ديرها. اولا غتعاود انت غتصنط التركيبه مزيان كون حافظها وتصنط للطير الحوايج اللي جاب كاع الحوايج اللي جاب كاع لي زابيل اللي جاب غنقيدهم عندي
واحد الكتيب ونقيد عندي. أجابها جابها 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 ورد عقل عليهم. اللي ما جابش نعرفهم قيدهم. غنولي كاع دوك اللي جاب غندير لهم خطره، نعاود نحط تركيبه اخرى في هذه المرحله، نديرهم غير خطره تبتبيت تزاوق وداكشي اللي عنده وهذا، ولكن نديرهم خطره، نعاودهم خطره، ندير الاخر اللي تاو جابو خطره، ندير الاخر اللي جابو خطره، ندير الاخر اللي جابو خطره. ما بين طلق وطلق دير لي طوكيس دوك اللمسات او شي بيتيوس، ما نديرش تعاوق طوكيس ولا اللمسات، ما نديرش تعاوق لانه يقدر يجيب تشيوا ويتبع في التعويق، لا طوكيس، ولكن ما نجيبوش مباشره من ورا تشيوا، نخلي واحد 5 سنغون ديال تبتبيت او لي طوكيس هذوك اللمسات، وندير الطلق الاخر وكذلك نتم غادي. اللي ما جابهمش نعاودهم ثلاثه المرات، هما اللي نديرهم ثلاثه المرات باش كنبقى لانه الطير هو في واحد المرحله ديال دريساج، انت كدريسي وكترغب عليه باش يجيب كلام اللي ما جابوش. ملي يوقف ويحط داك الشيء الاول اللي جاب ويولي يضرب ويوقف، وبان لك ما مشاش لداك الكلام اللي انت عاودتيه ثلاثه، غير نحيدو نخليه يوقف بعدا، ونبقى نعطيه ليه برا في الصباح مره في العشيه، واش ندير ليه مره في كل يومين ولا ثلاث ايام، نخرجو ونعري عليه نشمشو نعومو نخرجو ونشعلو نخليه يعوم وخليه يضرب. ملي غيضرب غيتكلم غادي يحيد دوبليا. هاد المسائل هاد اللي كنقول لكم ما خلطش وجيت، عندي انا بين قوسين عندي تجارب ديالي اللي دزت منها، ولكن تشاورت مع بزاف الاخوان اللي كيخرجوا الماستا وكيوصلوهم لبر الامان، وشنا هو كيمشي، وخدت انا واحد يعني واحد خلاصه وكنتكلم معكم الاخوان. والله يجازي كل اخ اللي هو نفعنا وخدنا مع الدو المعلومه، سواء كانت عندنا كنزيدو نزكيوها وكن بان احنا على صواب او ما عندناش كناخذوها، وهذا هو الاصل، هو الاخذ والعطاء. ف كنشمشو نعومو نخليه غير كيتكلم، ملي يتكلم واخا يجيب لك الدوبليه، يتكلم ملي نجيبو الدار نسد عليه الساك نرجعو ونعطيه داك الكلام اللي قلت لك مفرق وكيضرب وكيوقف، وما نسمعوش شي كلام اخر، شي طير اخر، شي تبتبيت، شي حاجه، والو، غير هذاك كيولفو مره في الصباح ملي الله يفيق، لانه باقي مع الماكله وداكشي ما غيرياجيش مع الكلام ديال يلاه عطيتيه ما يتكسيتاش، وكذلك في العشيه ملي يبغي يقرب ناس كتذكروا هاد المسائل ضروري. ومن ثلاث ايام نستمر في ديك الشمش العمان، علق راه غتبان لك النتيجه، كون على يقين ما نطلقش منه. ومن اللي نجيبو كيف قلت لكم الاخوان نمشي مع السدان الجام ما يسمع والو، الميستو صعيب، والميستو اللي كيبغي هاد الخدمه هو اللي نقي ليمبيو اللي انت باغي تكسبو. هذا هو بغيت نهضر ونتكلم في كيفاش تحافظ على الميستو، لان هاد الجوج الحوايج هما المهمين الاخوان، شد الكلام تقسمو كيف قلت لك وتلجمو، ومره كتشمشو في واحد الوقت اللي كيولي حتى هو معروف، من يومين ليومين كيتسناك ولا ثلاثه كتخرجو، غادي يبدا يفرض الكلام ديالو. الى عندك واحد المساله اخرى كان افضل حتى هي مزيانه، يكون عندك شي بلاصه يعني مظلمه، خاصه دوك السكه اللي فيهم ديك الشبكه، وتدخلوا لواحد البلاصه اللي كيدخلوا الضوء قليل وما كيسمع والو، وخليه يضرب
وانت عينك ميزانه، الطير ما كيت اكسيتاش، كان اكسيتا بهذاك الضوء اللي عاطيه وشتيت نسد عليه. انت عينك ميزانك، شتي غادي مزيان نخليه، بقى غادي مع حتى يوقف على واحد لا ميلودي، واحد التناسق اللي هو كيف بغات خاطر. تبارك الله عليكم الاخوان، مازال ما كرهناش كيف قلنا الاخوان ان شاء الله الرحمن الرحيم. يطلع شي اخ في اللايف ونهضروا ونتكلموا، ولا شي ثلاثه الاخوان ونهضروا على هذه المسائل ديال يعني كيفاش التناسق، وكيفاش وجهه نظر هاد الاخوان، باش ان شاء الله الرحمن الرحيم ينفعوا الناس اللي عندهم طيور وكيضيعوا لهم. كاين طيور الاخوان كيكونوا جايين زوينين وكيضيعوا، علاش؟ لان الاخ ما عرفش يتعامل مع الطير ديالو. تبارك الله عليكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.